على الآفاق بالإبداع سحرا، من الآيات تسمو فيك قدرا. تفكر أيها الإنسان فيها، وسبح للإله يطيب ذكرا. هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا، وتستهوي من الأزهار عطرا. تجلت في ملامحها المعاني، وتدعو للهدى سرا وجهرا. ويخلو الوعد في مرسى الأمان، على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق، على الآفاق، على الآفاق بالإبداع سحرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا ويتفكرون، نبحر فيها مع آيات الله في الأنفس وفي الآفاق. رحبوا معي بداية بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، تحضرني آية كريمة ربما ليس لها علاقة بالآيات الكونية، ولكن لها علاقة وثيقة بالتفكر وبموضوع برنامجنا. الآية أو هي جزء من آية، هي قوله تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله. ما أيام الله؟ والله أنا أفهم هذه الكلمة على أن لكل مؤمن مع ربه أيام. في مرة دعاه أن يهبه زوجة صالحة فاستجاب له، دعاه أن ينجح في امتحان ما فاستجاب له. إنسان يعاني ما يعاني، فكلما ألمت به مشكلة وعلم أن له ربا قديرا عليما رحيما حكيما، فسأل الله عز وجل، الله استجاب له. هذه الاستجابة تسمى من أيام الله لهذا المؤمن. فالإنسان حينما يقع بأزمة، يعني قال بعض العارفين: كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق وربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. فالإنسان له مع الله أيام. أنا لا أصدق أن مؤمنا على وجه الأرض له استقامته، وله عمله الصالح، وله إقباله على الله، وله محبته، وله خدمته لعباد الله. هذا الإنسان له مع الله أيام. أيام الله معه مكافأة له عاجلة في الدنيا، تشجيعاً له على متابعة هذا السير. فما في إنسان إلا حينما يصطلح مع الله له معاملة خاصة من الله تنسيه كل متاعب الحياة. ما في إنسان إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. وإلا كلمة دقيقة، يمكن أجمل شيء بالإيمان معاملة الله للإنسان بعد أن يتوب له ويصطلح معه. تيسير عجيب، سعادة غامرة، حكمة في التصرفات، كلام حاسم دقيق يصيب الهدف، شخصية قوية، سعيد في بيته، سعيد في عمله، عنده حكمة بالغة. يعني في أخطاء كبيرة جدا تدمر الإنسان، الله بيعصمه من خطأ مدمر. فالمؤمن له معاملة خاصة، والدليل
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم في الدنيا قبل الآخرة ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. أنا أذكر يعني قصة إنسان فقير جدا 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 يسكن في كوخ مع خمسة أولاد ودخله ما بيكفي سمن خبز، له قريب يملك مئات الملايين وماله وريث هو أخوه بيكون، فكل هذا المال انتقل إليه. واحد من دخل أقل من حاجاته اليومية، فقير فقر مدقع، الإنسان معه 500 مليون، إلا أن هذا المبلغ لا يقبضه إلا بعد عام، إجراءات الروتين وحصر الإرث. لماذا في هذا العام الذي سبق قبض المبلغ هو أسعد إنسان؟ إما قبض قرش واحد ولا أكل أكلة استثنائية، لماذا هو سعيد؟ وعد موعود بالجن، موعود بالمكافأة الكبيرة. الآية أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة هو من المحضرين. ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذن قضية السير إلى الله مسعد، لذلك قالوا طريق النزهة جزء من النزهة وطريق السعادة في سعادة. الإنسان وهو يعمل لصالح آخرته، يعمل لمرضاة ربه، يعمل بطاعة ربه، يعمل بخدمة خلقه، يعمل بحضور دروس العلم كي يتعلم، الإنسان هذا متميز عن غيره. أحياناً نقول ذهب 24 وفي 21 وفي 18 وفي 16 وفي 11، كله ذهب لكن متفاوت. أما في معدن خسيس تنك، هذا شيء وهذا شيء. المؤمن مع المؤمن بيختلفوا بالدرجات، بس غير المؤمن شيء آخر، شيء يعني لا يستحق أن ننظر إليه. نعم. إذا سيدي أيام الله هي تلك الأيام التي تفضل الله بها على عباده، يعني نصرهم، أكرمهم، حفظهم، شفاهم من مرض، أعانهم على عدو، هي كلها أيام الله عز وجل. فكلما فترت نفس المؤمن يتذكر، تذكر أيام الله حتى تجدد حبك له. لكن أحياناً سيدي يعني البعض يقول يعني ندعو فلا يستجاب لنا، يعني يقول أنا يعني تجربتي عفواً هيك بعض الناس يعني سيدي أنني دعوت فلم يستجب لي. أنا قناعتي بهذا السؤال حينما يعلم الله أن الاستجابة لهذا العبد تؤذيه في دينه ودنياه لا يستجيب له. كأن يقول ابن لأبيه أعطني سكين لأذبح أخي، مستحيل يعطي. فإذا كان السؤال منطقي في استجابة، أما طلب شيء يؤذي آخرته، يؤذي دينه، يؤذي استقامته، يؤذي سلامته. فالإنسان أيام بيتسرع، الإنسان بيحب الشيء يكون الآن العاجل، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وهنا سيدي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يدعو الله بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا أو يدخر له في الآخرة. يعني الله رب العالمين، إن كان السؤال يعني لصالح دينك وإيمانك يستجاب لك في الدنيا، إذا كان السؤال استجابة لغير صالح إيمانك لا يستجاب. وقد يكون مقيما على المعاصي ويدعو، فعندها يعني هو عطل أسباب الإجابة. طبعا إذا كان مقيما على معصية. والله أنا يعني يغلب على ظني أنه المقيم على المعاصي الدعاء صعب عليه، المعصية حجاب، أما بالشدة البالغة بدعي بس لا يستجاب له. نعم. وهذه المعصية سيدي التي يعني ما دمنا في أيام الله وتبرز تساؤلات ضمن الموضوع، هذه المعصية التي يعصيها الإنسان لربه
يعني غالبا يقول لك هذه معصية غلبة، يعني غلبتني نفسي، أحب الله، أحب دينه، أحب تطبيق المنهج، ولكن نفسي تغلبني. وهو يحب عبده الله جل جلاله لكن يعالجه، هو يحب الله ويعصيه، والله بيحب عبده وبيعالجه، هذا الجواب. نعم، يعالجه بمعنى يعني ينقله من حالة المعصية إلى حالة الاستقامة عن طريق شدة. ما من شدة إلا بعدها شدة إلى الله، ما من محنة إلا بعدها منحة من الله. نعم سيدي، فإذا يعني لقي المؤمن ربه يعني فمهما عانى في الدنيا من أمور، معي نصين دقيقين جدا. حينما يرى المؤمن مقامه في الجنة يقول لم أرى شرا قط بكل حياته، قد يكون عانى ما عانى في زواجه، في كسب ماله، بعلاقة مع شريك سيء جدا، بعلاقة مع أولاد، كل شيء آلمه في الدنيا يتجاوزه، لم أرى شرا قط. والعياذ بالله الآخر غير المؤمن حينما يرى مكانه في النار، أنا قلت الأول مقامه في الجنة، هذا مكانه في النار، يقول لم أرى خيرا قط. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن الله إليكم. إخوتي المشاهدين، دائما تذكروا أيام الله، فكم لله من أيام معنا نصرنا فيها وأيدنا واستجاب دعاءنا وفرج عنا وحل مشكلاتنا. نسأل الله عز وجل أن يديم أيام الخير عليكم. إلى الملتقى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الآفاق بالإبداع سحرا، بنا الآيات تسمو فيك قدرا، تفكر أيها الإنسان فيها وسبح للإله يطيب ذكرا. هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا، وتستهوي من الأزهار عطرا. تجلت في ملامحها المعاني وتدعو للهدى سرا وجهرا، ويخلو الوعد في مرسى الأماني، على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق، على الآفاق، على الآفاق بالإبداع.